ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده مع بعض نعمل كيك شوكولاته صيامي. مكوناتها سهله جدا 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 بجد، هتعجبكم. وعشاق الشوكولاته يتجمعوا معانا هنا علشان الفيديو ده ليكم. خليكم معايا. حاجه معايا هنا كوبايتين ونص من الدقيق، انا مخليهم كويس وهفضيهم في بوله معايا. دول كوبايتين ونص من الدقيق، تمام كده. احط عليهم باكو بيكنج باودر واحط عليهم رشه بسيطه من الملح، وهقلب كل المكونات الجافه دي كويس جدا مع بعض واركنها، وتعالوا نشوف هنعمل ايه في الخلاط. تعالوا بقى في شفشق الخلاط، هنحط كوبايه من الميه، ميه عاديه جدا من الحنفيه، هنزل بيه كوبايه من السكر، وتقدروا تزودوا السكر ربع كوبايه تاني او نص كوبايه تاني. انا حطيت كوبايه واحده، حطيت نص كوبايه من الكاكاو الخام، حطيت كوبايه لربع من الزيت، اختاروا زيت يكون نوعيته كويسه وريحته كويسه. هحط كمان كيس من الفانيليا، هحط عليهم كمان معلقه كبيره من الخل. هضرب بقى كل الكلام ده كويس جدا في الخلاط ونرجع نشوف هنعمل ايه. ضربنا المكونات كلها مع بعض لغايه ما اتاكدت ان السكر خلاص ذاب، وتعالوا نحط المكونات السايله دي على المكونات الجافه اللي جمعناها مع بعض، الدي والبيكنج باودر ورشه الملح. ادي المكونات الجافه، هبتدي انزل بالمكونات السايله اللي حطيناها، سكر والزيت والكاكاو والفانيليا والخل. هنزل الكميه اللي معايا كلها، ومش هنحتاج مضرب ولا حاجه، احنا بنفس المضرب اليدوي دون هنبتدي ان احنا نخلط المكونات الكيك معانا كويس. احنا كنا حاطين كوبايه ميه عاديه جدا من الحنفيه لما خلطنا المكونات السايله في الخلاط. هبتدي بقى انزل عليهم دلوقتي بنص كوبايه من الميه السخنه، وهنزل عليها بالتدريج لغايه ما اوصل لقوايم الكيك اللي انا محتاجاه واللي احنا متعودين عليه. وادي خليط الكيك اهو بعد ما جمعناه، يدوب عملناه بالمضرب اليدوي وما احتاجناش المضرب الكهربائي ولا حاجه، تمام كده زي ما انتم شايفين. وهبتدي بقى ان انا اجيب قطعة صينية في الصواني اللي هي المستطيلة دي، تقريبا دي مقاس 22، وهبتدي انزل بقى بخليط الكيك بتاعي في الصينية مقاس 22. نزلنا خليط الكيك بتاعنا في الصينية مقاس 22، وهبتدي اخبط الصينية بتاعتي كده خطتين تلاتة على الرخامة، وهيكون عليها فوطة بحيث اي هواء يبقى موجود تحت يبتدي ان هو يطلع، ما يبقاش فيها اي فراغات. ممكن كمان هيبقى معايا خلة من بتوع الاسنان، ونبتدي نمشي بقى كده بيها علشان السطح بتاعي يبقى مستوي، ما يبقاش فيه جنب اعلى من جنب اهو كده زي ما انتم شايفين. وهدخلها طبعا، اي كيك احنا بنعملها هيكون الفرن سخنة قبل ما نبتدي ان احنا نشتغل في الكيك، درجة حرارة 180 رف وسطاني، هنسيبها نص ساعة وبعد كده نختبرها. ادي الكيك بتاعتنا اهي بعد ما طلعت من الفرن، شايفين ارتفعت ازاي وريحتها مش عايزه اقول لكم تجنن، حاجه كده وهميه. هنغطيها اول ما بتطلع من الفرن عشان وشها ما ينشفش. ولو حابين تعملوا صوص شوكولاته، وكنا عملناه مع بعض قبل كده في كذا فيديو، بيبقى كوبايه ميه، كوبايه سكر، كوبايه لربع من الكاكاو الخام، وكوبايه لربع من الزيت، ونص معلقه صغيره من الفانيليا. كل الكلام ده يضرب كويس جدا في الخلاط، وهنعمل احلى صوص شوكولاته صيامي للكيكه. طبعا اللي حابب يحط صوص الشوكولاته عليها، احنا النهارده مش هنعمل الصوص، بس حبيت اقول لكم المكونات بتاعته، وبرده هسيب لكم المكونات بتاعته في صندوق الوصف. وهنسيب الكيك بتاعتنا تبرد خالص قبل ما نبتدي ان احنا نقطعها. الكيك بتاعتنا اهي بعد ما بردت وابتدينا نقطعها، بجد حلوه جدا وهشه جدا ومرتفعه. زي ما قلت لكم الصينيه كانت مقاس 22، بصوا حاجه كده في منتهى الجمال. نقدر كمان نحط عليها صوص الشوكولاته زي ما قلت لكم، المكونات بتاعتها هتلاقوها في صندوق الوصف، وعملناها مع بعض قبل كده. بجد اتمنى يكون الفيديو سهل وبسيط وسريع بالنسبه لكم وتنفذوه ويعجبكم، وبجد هتعجب الولاد جدا جدا جدا،
ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد. باي باي.